في الدولة جمع من المواطنين يرفضون تطبيق الأحكام الشرعية، كيف ستنظم العلاقة معهم بين الدولة، يعني الدولة التي ستحكم بالإسلام، وهؤلاء المواطنون رافضون أصلا لهذه أنت المنظومة؟ تتكلم عن واقع الآن. نعم، هذا الواقع حقيقة أنا أرى فيه مساغا كبيرا للتعامل مع هؤلاء، تعامل مع هؤلاء تثقيفا وتعليما ودعوة وضحضا للشبهات وإجابة للتساؤلات وتزييفا لمقولات باطلة، يعني من جنس ما ذكرت بأننا ما رأينا دولة تدخل المسجد وكذا، مع أنها يعني أوهى من بيت العنكبوت، أو مقولة أخرى سبحان الله يذكرونها وكأنها حديث قدسي أو نبوي، بأنه ليس مهمة الحاكم أن يدخل الناس الجنة وليس كذا، وأنني إذا حكمني كافر فلن أدخل النار، وهي كلها يعني مغالطات، وقائلها أصلا ممن يحمل فكرا يعني مشوها وإنسان متخلف ما عنده إلا يعني القراءة عن الجيفارا وماو تسي تونغ وماركس وما إلى ذلك. فأقول بأن الكثير من الشباب الآن معذور، معذور من جهة أن العلم ليس مبسوطا للكافة، ولا يهلك الناس حتى يكون العلم سرا. ولذلك ما نستعجل يعني بأن هناك، بأن نقول بأن هناك مواطنين كذا، هناك دولة إسلامية قامت، كيف ستتعامل معهم؟ الدولة الإسلامية ينبغي أن يصدق القائمون عليها في انتشال هؤلاء من هذه الأفكار الظلامية الرجعية التي ضيعت الأمة، وفي في 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 الوقت نفسه يبسطون العلم للكافة.